لغتي العربية أخذنا رواية اسمها لغز عين الصقر، وطلبت منا معلمتنا أن نفعل مشروعا عنه، فقمت بهذا المشروع وقمت بغلاف جديد للقصة. هنا فهرس الموضوعات، وفيه موضوعات عن كل القصة. هنا كتبت عن المؤلفة تغريد عارف النجار، وهنا عن تلخيص الرواية، وهنا عن نهاية أخرى للرواية، وهنا رأيي عن القصة، وهنا مفردات جديدة عن الرواية وهذه تكملتها، وهنا شخصيات الرواية، هنا الشخصية التي أعجبتني، وهنا الشخصية التي أثرت علي، وهنا القيم والعبر المستفادة، وهنا النكبة والتهجير وأثرها على الفلسطينيين، هنا رسم تخيلي لبيت دمشق، هنا رسم تخيلي لبيت الرياض، وهنا عمل الطالب وإشراف الله. والتلخيص كان هو أنه كان شخص اسمه زياد قد ترك المدرسة بسبب ظروفه الصعبة، لأن أبيه مسجون في سجون الاحتلال، وأخيه مريض بنوبات القلب، وأمه لا تستطيع العمل، فهو يعمل على حاجز كولندية. وسمع عن جدته كثير عن قصص الذهب الذي خبأه جده، ولكن لم يصدقه إلا من بعد أن رأى صندوق جده إسماعيل الذي به الرسالة. معنا العديد من الشخصيات في قصة لغز عين الصقر، منها زياد ومجد ونجوى وسالم وأم زياد. زياد كان أبرز الشخصيات في القصة. تعرفنا في قصة لغز عين الصقر عن النكبة، والنكبة حصلت في تاريخ 15/5/1948 عندما هاجر الكثير من الفلسطينيون في بلاد أخرى، وهناك الكثير من الفلسطينيون ما زالوا يحاربون من أجل تحرير فلسطين، وهناك الكثير من الفلسطينيون يحافظون على مفاتيح بيوتهم. كانت كاتبة هذه الرواية تغريد عارف النجار، فهي حصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وتربية وعلم النفس من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعملت في مجال التعليم لعدة سنوات، ومن كتبها قبعة رغدة وست الكل، إنني أستطيع ولماذا أنام باكرا. أريد أن أتحدث عن نهاية أخرى للرواية لغز عين الصقر، وكانت نهاية القصة هي أن زياد يجد الذهب، ونهايته هي أن أخ زياد سالم سوف يتعافى، وسوف يعيد زياد كل شخص حقه مثل ما قال له الجد إسماعيل. والنهاية التي صممتها كانت أن زياد لن يجد الذهب، ويذهب إلى قرية ليفتا ليجد البيوت الذي كانت لهم لعائلتهم. مشروع في اللغة العربية قمت هنا برسم تخيلي لحاجز بولندية، وهنا كتبت عن قيم والعبر المستفادة. قيم العبارة المستفادة أن يجب أن أقوم بالواجب الوطني وشعبي، ولا أهاجر إلى بلاد أخرى. الشخصية الرئيسية هي زياد، لأنه خاض الكثير من المعارك كي يصل إلى حلمه أن يجد الذهب. أخذنا خلال حصص العربي مشروع قصة لغز عين الصقر، ومشروعي يتحدث عنها. هنا أعدت رسم غلاف القصة الأصلي لكن يدويا. كتبت عن مواضيع مختلفة جدا، مثل الإهداء والمقدمة وتغيير مكان الفهرس، رسومات مقارنة بين بيت مجد وبيت زياد، وفي نظري أكثر شخصية أثرت علي السبب أسفل البطاقة. هنا رأيي في القصة، نهاية جديدة. أعجبتني هو زياد، لأن زياد هو شاب مجد وطموح ويساعد أهله. اليوم أريد التحدث عن تغريد النجار. هي كاتبة أردنية أصلها من فلسطين، هي ألفت العديد من الروايات ومنها لغز عين الصقر وست الكل. وأنا رسمت الصقر الذي ورد في القصة لغز عين الصقر.
وأنا كتبت نهاية أخرى بأن زياد لم يجد الذهب، قرر أن يشتغل في حاجز كولومبيا وأن يعتمد على نفسه في حل مشاكلهم وأن يأخذ بعض منهم. موضوع الرواية الرئيسية تتحدث في القصة عن رواية شعب بنكبتهم 1948، وهو شعب الفلسطيني الذي هجر الصهاينة من بلاده وسلب أملاكه وبيوته. عن الدروس والعبر المستفادة: أولا، تحمل المسؤولية في الظروف الصعبة، التضحية من أجل الآخرين، الوفاء بالوعد كما فعل زياد عندما وعد جده بإعادة الذهب. أكثر شخصية أثرت علي هي أم زياد، لأنها كانت تقلق كثيرا على الأسرة وعلى زوجها الأسير. أكثر شخصية أثرت علي هو زياد، لأنه كان يحمي عائلته ويعاني، ولم يدخل الجامعة بسبب أبيه الذي كان في السجن وكان يبيع الشاي على الحاجز. تعلمنا من قصة لغز عين الصقر كلمات: مدى بعد، يتجول يتنقل، رب تضرب خفيفا، غص حزن، ملح مصر.